اهلا وسهلا ضيفكم شوكولا من اغلى الشوكولا بلبنان واحلى محل من هالمحلات المرتبه. جبت لها دبس وما بيدخلوا هن بالمعمل ابدا ولا بالمحل اللي ببيعوا. قلت لها اعملي وما تخبري الناس، اعملوها حطوا، لا تغلوا السعر ولا ترخصوا، ما تخليني اشوفوا الفرق. وعملت، ما فيني اقول لكم الناس ما انتبهت، اكلتهم ولقيوا طيب وكلنا فينا. وننتبه وقت بيكون في بندق وبزر وفستق يعني، الا ما يكون في شيء قشره. اذا ما فيكم تبلعوها شلوها. بتمنى كل اللي عم بيحطوا يكسروا بزرات، ننتبه هاي قشر، الجسم ما فيه بلعه. فإذا وقت بتكون تشتروا للأولاد الصغار ما تشتروا لهم فيها بندق وفستق من أي محلات، كلها هيدي معامل ما حدا عم بينقي بإيده. حتى اللي بتشتروا قماح اللي كلهم انتبهوا، صار في مكانات ما بقى في إيد أم. كانوا قديما ثلاثة ينقوا، أول صينية تيتا، بعدين بنتا، بعدين كنتا، يعني الموجودين ثلاثة في البيت حتى ما يكون فيها شي بحصة ويأكلها الإنسان هالبحصة. لأنه اليوم الأكل هو اللي بيعمل عقل. قل لي ماذا تأكل أقول لك من أنت. كنت من زمان على إزاعة ومن إزاعة على إزاعة، أول كتاب انكتب باسم مريم نور كان اسمي غير شي، كان قل لي ماذا تأكل. والناس بعد عندي كتاب ترجمي ولكن غيري ترجمه، أنا بس حطيت اسمي. هلأ لا، بمسك القلم وبترك القلم يكتب فايض. صدق التليفون بالناس بحس حالي لازم أكتب، بس تعد هيك شقفة صغيرة لقيت فيها ثلاثة أربعة. ننتبه. فإذا الوقت بدكم تطعموا أولادكم ما تجيبوا لهم هيك أنتوا. وأنا رح أقول لها تعمليهم يلي بيدبس ما يكون فيهم. ننتبه لأن كلها بتوقع بسناننا، يلي اصطناعي ويلي طبيعي. فإذا فينا نشيل السكر ونحط مطرحه دبس، تمر، عسل، فواكه مجففة. اللهم نجينا من الأبيضين على الحبيبة. وحكي عن الخمرة مرتين نعم بعدين. المسيح وقت قال خذوا كلوا هذا هو جسدي واشربوا هذا هو دمي، عطانا مي وعطانا خبز. معناته الجسد معمول من مي وخبز فينا نعيش عليه. هالمي والخبز والملح هني هالثلاث يلي فيك كتار. في ناس هلأ بيعيشوا عليهم أو بيعيشوا على البرانا، مش النفس، هي النفس بس البرانا ما بتحس فيها مثل الجنين. صلة الأرحام، تاكل تشرب وتنام وأجسام منا ضعيفة أبدا، بشخوا بيخروا مثل كل الناس. شو بيعملوا؟ بياخدوا كل هالأوصيخ تتحول إلى خرا وبتشيلها، أو وسخ أو زبالة شو ما بدكم قولوا، خرا خرا، شخاخ شخاخ، أضيب أضيب، فرج فرج. فإذا نسمي الأشياء بأسماء ونحترم الأسماء، لأنه مثل ما بتقول منخار نفس الفرج حلو كتير. حتى الاسم بالإنجليزي كلنا منقول فاجينا ومنقول بينس، يعني منه عيب. بس نحن هون لأن صار عندنا كبد جنسي وكل العالم في كبد جنسي، كل العالم النكتة على الرجال وعلى مرته وعلى حماته وعلى النياكة وعن... هن عندهم 95% كبد، نحن 99. بعدنا من آدم وحواء لليوم قايين وهابيل كأنه ما جابوا بنت يعني. فإذا ننتبه شو منأكل شو منلبس،
كلكم بتحتاروا ليش ما بلبس صدرية. سرطان الصدر زاد وارتفع كتير لما عملت صدرية وحطت حديد بالبيت. خليك بلا صدرية، اليابان لا بيلبسوا لا صدرية ولا كلوت للمرأة ولا الرجال، ما في إفرازات، بتشخ بتشخ ما بتمسح حتى، تخرب مثل الحيواني. هذا الشيء اللي بيجمعنا بالحيوانات، الشخاخ والخرا والبول والشيء جسديا نتقارب، بس روح الله فينا. قد ما فيكم بالبيت ما في سرمية، خليكي مرتاحة تيابك حتى الجسم يضل يتنفس يضل كل يوم بسأل حالي شو عملت اليوم تزين هالدنيا. زرعت وردة، زرعت شي بالأرض، كتبت مش كلام قلقلة وعنعنة، كيف زينا هالموقع. كل يوم بهالموقع في نور من نور، كل يوم 365 مقال، ولكل مقال حال ولكل حال حل. شو عم تعملوا؟ يعني كل واحد يسأل حاله تشيك يور تشيك بوكس، شو عملت؟ وين صرفت حرام وحلال؟ مين ساعدك؟ أعطيه حلال. عم بستفيد كتير بالموقع عندكم، بارك الله فيك. حول هالكلام إلى أفعال. اليوم في ميل خلص بقى، ما تكتر حكي يعني، مش مثل ما عم نعمل بالأعراس منحط له المصاري تيتجوزوا وبيقعدوا يدفعوها كل الوقت تيعملوا عرس مكلف ولوفوا وملايين ويفرقعوا. ما تعيش بدين أبدا، بيتك صغير وعفشك قد بساطك مد إجري، ولد أو ولدين اكتفينا. وأبغض الحلال هو الطلاق. فإذا حتى أتوصل كون متواصلة بهالتواصل والاتصال الإلهي، اقرأ أول كلمة الكتاب يلي بشيلك من الفكر إلى الذكر إلى لب الألباب. يا أولي الألباب، وش يا أولي القلوب والجيوب؟ ما بدي قلب، بلش يصير في سرطان بالقلب. هالقلب عضلة بس لب القلب تبينك. اللي ما بيموت بتاخده معك. فإذا من هون بدي بلش كل يوم اسأل حالي شو قريت، شو عملت اليوم، شو زينت هالدنيا. انت صاحب هالدنيا، انت المسؤول. شو رحت عملت زيارات، شو استفدت شوبينج، شو استفدت اشتريت شي منك بحاجة له. كل يوم عزي للبيت، كل يوم شو فهي مني عايزة ده، مني عايزة ده، مني عايزة ده. إذا عملت زيارة لإنسان يلي ما حدا بيزوره، بحقك إنك تكون أنت وياه تتحكي أنت وياه مواضيع منا سياسة، هي نجاسة ودناسة. مش وين رحت وسويت شعراتي وشو عملت سرسرة. سأل حالك، بسأل حالي بس بدي أطلع من البيت بحس حالي إنه برجع بقول وين بدي أروح، عندها عندها شو هون شو، ما كل شيء موجود بهالبيت. وإذا اللي بدي إياه بس بهالبيت لا موجودهم. هيدا البيت الأساسي، هيدا اللي بيرافقني على القبر 150 سنة. هو بيضلوا سموه الصندوق الأسود، هيدا منه أسود، لونه لون الشمس. بس اليوم شوهنا، شوهنا جسدنا. والساجد اللي بده يعيش بهيك جسد مثل كباية مسوسخة ما بتعيش فيها مياه نظيفة. فإذا ننظف الإناء وننظف الماء وهيك بتعيش بأواني ومعاني.